بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحييكم راديو تلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عدوان ويسعدني ان التقي بكم اليوم الثلاثاء التاسع من ربيع الاخر لعام 1434 هجريه التاسع عشر من فبراير لعام 2013 والرابعه والناس ومن الان وحتى الساعه الواحده بعد الظهر ان شاء الله نتواصل معكم من خلال هذا البرنامج. آه للتواصل رقم هاتفنا هو 600551610 او من خلال رسائل نصيه القصيره على 7009 وايضا من خلال رقم الفاكس اللي هو 06 7464 ونرحب بكل مشاركاتكم. يا هلا وسهلا فيكم ايضا هني الزملاء يسامحون عليكم بالخير آه زميلة غادة تصب عليكم بالخير ونقول الحمد لله على السلامة بعد العودة من السفر وأيضا علي عبد العزيز مخرج ومنفذ هذا البرنامج إبراهيم البيلي أيضا من التلفزيون ويتمنى لكم قضاء أوقات سعيدة وممتعة إن شاء الله من خلال ما يقدم من هذا البرنامج ومن خلال ما يقدم شبكة راديو تلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجبان نتواصل معكم مستمعينا الكرام وأخبارنا المحلية ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا الآن